الكلب الوفي. اعتاد عم سعيد تاجر الخضروات والفواكه المعروف المرور يومياً على مزارعه الكبيرة ليطمئن على سير العمل بالشكل الصحيح، وليطمئن أيضاً على أحوال المزارعين العاملين لديه، وليراقب ماله الذي يستثمره في زراعة وإنتاج المحاصيل المتنوعة. وكان عم سعيد يومياً يصطحب كلبه الحارس الوفي في الذهاب والإياب وفي بعض تحركاته الأخرى. كان عم سعيد لديه ولد وحيد اسمه عمر، وكان عمر يغار بشدة من حب أبيه وتعلقه بهذا الكلب، حتى سأله ذات مرة: لماذا يا أبي تعتني بهذا الكلب؟ إنه بلا فائدة، فهو لا يزرع ولا يحصد ولا يساعدنا حتى في بيع المحصول. فكان رد الأب أن يبتسم قائلاً: يا عمر، إن لهذا الكلب فائدة عظيمة، فهو ليس كلباً عادياً، إنما هو كلب للحراسة. لم يقتنع عمر بإجابة أبيه، وظل متمسكاً برأيه تجاه هذا الحيوان. وفي يوم من الأيام مرض عم سعيد مرضاً شديداً، وأخبره الطبيب أن عليه البقاء في المنزل لمدة أسبوع على الأقل، وألا يتحرك إلا في الضروريات. وهنا طلب عمر من أبيه أن يحل مكانه في مباشرة العمل ومتابعة المزارعين، فوافق الأب بشرط أن يصطحب عمر كلب الحراسة معه ليحميه وهو عائد إلى البيت ليلاً. تضايق عمر بشدة من طلب أبيه، لكنه لم يتمكن من رفضه. وفي أول يوم يصطحب عمر فيه الكلب بدأ يسبه ويقذفه بالحجارة ليبتعد عنه، ولكن الكلب الوفي لم يبتعد وظل بجانبه في الذهاب والإياب. جلس عمر في غرفته يفكر كيف يتخلص من هذا الكلب الذي بمجرد أن يراه تصيبه حالة من الغضب والضيق، حتى جاءته فكرة سيئة، وهي أن يضربه على قدمه فيكسرها، ثم يذهب لأبيه ليخبره بأن الكلب سقط من أعلى السلم فكسرت قدمه، وهو مضطر للذهاب للمزرعة وحده. وبالفعل نجحت خطته، وذهب عمر إلى المزرعة وحده بدون كلب الحراسة. وأثناء عودته إلى البيت قطع طريقه ذئبا جائعا. عندما رآه عمر خاف جدا وهرول بعيدا عنه، لكن لاحقه الذئب رافضاً أن يتركه حياً دون أن يأكله. وبعد أن اقترب الذئب من عمر وقبل أن يمسه، ظهر كلب الحراسة الوفي ليقاتل الذئب ويصيبه بجروح أجبرته على الابتعاد من المكان. تعجب عمر من شجاعة هذا الكلب ووفائه، وبكى لسوء معاملته له. وعندما عاد عمر لأبيه اعتذر له وهو يقول بحزن: أرجوك يا أبي سامحني، فأنا من جرح كلبك في قدمه ظناً مني أنه بلا فائدة، ولكن بعد أن أنقذني اليوم عرفت قيمته الغالية في حمايتنا، أنا آسف يا أبي. نظر الأب لابنه قائلاً وهو مبتسم: لا تحزن يا ولدي، فالفرصة ما زالت أمامك لتحسن معاملتك تجاه كلبنا، فإن كان هو يحرسنا فأنت بإمكانك أن تقوم برعايته وتقديم الطعام الجيد له. ومنذ تلك اللحظة صار الكلب الوفي صديقاً لعمر أكثر من أبيه، وظل معه في معظم الأوقات.